يا عم عمال يضحك علينا يا جماعه. الو جاي يا راجل تاني تاني جاي والله. انا خبطت انا احنا لازم الجيل بقى الجيل الصاعد الواعي ده لازم يطلع ويظهر ويأدي وياخد دوره كده. طب كابتن سمير زاهر ترشح؟ ما هو سمير زاهر وهاني انا خايف واحد نخسر واحد فيه. انا الاثنين في مكان كبير جدا بس يعني مش ده كابتن رئيسه ما تقصاش والله طبعا شرف كبير التكريم النهارده في بوط الاهرام الرياضيه لموسم كامل كل جهودك بالتكريم فيه للوصول هنا النهارده. التكريم ده يحملك مسؤوليه جديده للشغل الفتره القادمه ان شاء الله للوصول لكاس العالم 2018 بالهدف الاسمى، وان شاء الله ربنا يكرمنا ان شاء الله الفتره اللي جايه ونوصل للتكريم مره ثانيه. لان هنا شرف كبير جدا انت موجود وتتكرم من مؤسسه كبيره زي مؤسسه الاهرام، وربنا يكرم الفتره اللي جايه بعد المسؤوليه واوصل بالتحكيم المصري في كاس العالم 2018.